يعني احنا بنعتذر لجمهور النادي الاسماعيلي، الجمهور العظيم، سواء جمهور المدرجات اللي زحف خلف فرقته او خلف الشاشات او جمهور السوشيال ميديا، لا يقل اهميه برضه عن جمهور النادي، وهو جزء من جمهور النادي. فاحنا بنعتذر للجميع عن النتيجه، وبنعتذر عن شيء مش في ايدينا، ده فيها توفيق او عدم توفيق، النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. انما احنا راضيين عن الاداء، في تطور الحمد لله، كان في اداء وعملنا مباراه على اعلى مستوى فنيا وبدنيا ومهريا، وعوده لاعبين الحمد لله، والروح كانت عاليه جدا جدا جدا. ولكن هي دي كره القدم، احيانا بتظهر الوجه القبيح لفرق بتادي وفرق ما ادتش بشكل كويس مثلا وبتاخد المباراه. واحنا بنلاعب فرقه محترمه برضه، يعني فريق غزل المحله فريق كويس، وضعه في الجدول كويس، عنده لاعبين محترفين، ولكن احنا فرضنا السيطره بتاعتنا على هذه المباراه. يعني بعد المباراه طبعا انا حزين جدا جدا جدا، وكنت من جوايا يعني عصبي جدا، ومفيش شك ان اداره النادي برضه كانت، المهندس يحيى الكومي برضه كان حزين، بيبذل جهد كبير جدا مع اعضاء مجلس الاداره على اساس ان هو عايز يرجع النادي وبيبذل جهد، ولكن وكان يهمه الدفعه المعنويه اللي تكون موجوده في ان الاسماعيلي يكون في النهائي ويحصل كمان على البطوله، ولكن هي دي كره القدم. فحصل اتصال ما بين المهندس يحيى الكومي، وهو كان حزين وانا كنت حزين اصلا على خروجنا من البطوله، ولكن كانت في مؤشرات لنا كويسه، كان في ايجابيات، ولكن الحديث ما طالش معاه كتير جدا، وخد منحنى هل ممكن اقعد او ما اقعدش. فانا رفعت الحرج واتكلمت معاهم، ولكن تدخلت عقول، باختصار جدا تدخلت عقول منطقيه وعقلانيه، ومنهم كمان السوشيال ميديا المحترمه، ان هي بذلت الجهد كمان، ان هي فعلا لما بداوا يبصوا على الارقام، بداوا يبصوا على الاداء، بداوا يبصوا على التطور الفردي للفريق، بدات الامور تهدى بعد المباراه، لان ان العاطفه بتبقى عاليه جدا جدا، والحكم بعد المباراه مباشره ما بيبقاش حكم منطقي ولا عقلاني. لان انا بحب على فكره، انا احيانا بعد المباراه بيبقى شايفها بشكل عاطفي وشكل كويس، لا ممكن بعد المباراه بالاحصائيات بالارقام، بعد ما بتهدى شويه العاطفه بتهدى شويه وبتحكم المنطقيه والعقل، فبتلاقي الارقام في صالح النادي الاسماعيلي. ولكن طبعا بدات السوشيال ميديا، وكان عندي ظروف ما حضرتش مباراه منتخب الشباب، رحل استقاله ام اقاله كذا 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 كذا، ولكن تمسك مجلس الاداره مساء يعني يوم الحدث ده، يوم ما اعلن هل اقاله استقاله، وقال لا كابتن حمزه الجمل لازم يكون موجود ويكمل مسيرته، مش حمزه الجمل فقط، لا تجهيز كامل بالكامل، بتكلم بصفتي يعني كمدير فني. حصل ان اتصالات وترجع، تدخلت عقول عقلانيه وعقول منطقيه، والميديا بدات تقول لا، الافضل ان احنا نساند الجهاز، الافضل ان احنا ندعم الجهاز، الافضل ان احنا نقف جنب الجهاز. وده مش عشان حمزه او عشان جهازه، انا اتمنى مسانده النادي الاسماعيلي، مسانده النادي الاسماعيلي في مثلث ملهوش ثالث، مش مربع، اداره مسانده لاعبين مسانده جهاز. المثلث ده لو ليه مسانده من السوشيال ميديا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، مسانده للاداره، مسانده للمثلث ده، لاعبين كده اكيد، وهو في مسانده، بس نقف نصمت كثيرا ونعمل كثيرا جدا بحيث ان احنا نرجع تاني. طبعا لما لقيت الصوره تغيرت وفي دعم وفيه اداره متمسكه، في لاعبين كبار موجودين في الفريق كان يهمهم الاستقرار اللي موجود داخل النادي الاسماعيلي، في ان انا مش عايز انا كحمزه امشي واعمل هزه في عدم استقرار للنادي، لا انا قابلت المهمه، وانا عندي من الشجاعه ومن الجراءه كجهاز ان انا اواجه اي موقف، لان انا ككوتش لو ما عنديش ان انا اتحمل الضغوط دي مهما كانت الضغوط، لا اصلح ان انا اكون مديرا فنيا لنادي الاسماعيلي. فلازم انا كمدرب، لازم كاداره، لازم كلاعبين اتحمل الضغوط، والضغوط دي موجوده في فرق العالم كلها سواء انديه او منتخبات، وهي عدت. واتمنى ان شاء الله باذن الله، احنا عندنا مباراه بكره، عندنا مصابين طبعا عشان يبقى الامور واضحه بالنسبه
للإعلام المصري والميديا الإسماعيلوية والجمهور النادي والإدارة النادي. عندنا عمر الوحش، عندنا الشامي، عندنا عصام دول مصابين، عندنا عبد الرحمن مجدي وعندنا مدبولي، دول يعني مجهدين جدا جدا بعد المباراة، فهيبقوا معانا بره إن شاء الله. وعندنا مجموعة من اللاعبين اللي احنا كنا عاملين لهم جدول زمني، جدول زمني عشان ياخدوا فرص معينة بأوقات معينة في أوقات معينة. فجت الوقت مباراة الثالث والرابع اللي احنا طموحنا ايضا ان احنا رايحين ناخد الثالث ونبذل اقصى جهد. ففي مصابين، في مجهدين، في لاعبين اللي تأهلوا فنيا من خلال مباريات ودية سابقة، سواء مباراة قوية او متوسطة او ضعيفة، هيشاركوا ونشوف مثل هذه المباريات بتفرز عناصر هتبقى اضافة لينا في الدوري ان شاء الله. انا كجهاز الحالي خلينا اقول ان انا تعاملت مع اللاعبين الناشئين واللاعبين خارج القايمة. انا هقول للجمهور انا تعاملت معهم ازاي عشان الجمهور يبقى عارف احنا بنشتغل ازاي. نمرة واحد، كابتن طلعت يوسف لما كان موجود في ادارة النادي الاسماعيلي الادارة الفنية، كلم الكابتن عماد سليمان وقال له في 11-12 لعيب دول مش هتمرنوا معنا نهائي، وحطهم قائمة انتظار وتعملهم جهاز ما يكونوش معنا نهائي. يبقى ال 12 لعيب اللي هم موجودين معانا الكابتن طلعت ما كانش بيشوفهم ولا هو بيشوف الكابتن طلعت. كابتن مستر كوان براون لما جه نفس كانوا هم بياخدوا جرعات تدريبيه بعيد عنه، ما كانش حد بيشارك منهم. حمد ابراهيم برضو الكابتن حمد ابراهيم نفس السيستم اللي مشي بيه الكابتن طلعت واللي مشي بيه الكابتن ومستر كوان براون، برضو كانوا هم بيتمرنوا في اوقات غير اوقات اللاعبين اللي كانوا متواجدين بصوره اساسيه، وكان بيمرنهم احيانا دكتور عطيه السيد. يبقى ما كانش علاقتهم اصلا موجوده بالفريق الاول. احنا كجهاز فني لا قلنا لا، دول موجودين معانا في الفريق الاول، هيتمرنوا نفس التدريب، هيتعملوا نفس المحاضرات، هيشاركوا في المباريات. احنا بنخلص مباراه رسميه بنلعب مباراه وديه، هياخدوا جرعات تدريبيه. ليه؟ لان ده حقهم علينا. دي نمره واحد. نمره اتنين، ممكن يكونوا اتظلموا في الفتره السابقه فاحنا لازم نرفعهم معنويا. لازم نعمل جدول زمني محترم اللي يزيد معانا فيهم كلاعب او اتنين او تلاته او اربعه هيبقى ليه تواجد معانا في الفريق الاول من خلال المباريات، من خلال التدريب، من خلال كذا كذا. فما ينفعش لاعب يبقى متواجد بقاله فترة 5 شهور أو 6 شهور أو 7 شهور بعيد عن الناحية الفنية والمباريات وآجي مجرد إن أنا أحط لاعبين وخلاص. لأ، الدفع باللاعبين الصغيرين دول أو الصغار لازم ليه توقيت معين. أنا مسكت في توقيت كان فيه صعوبة، فعايز لاعبين خبرة، عايز لاعبين يكون فيه استقرار في النتائج، يكون بحيث إن أنا أحط عناصر صغيره. هل كده معنى ذلك ان انا منع اللاعبين الصغار ان هم كانوا موجودين؟ لا، تعالى نصر صغير، بيومي صغير يعني بلغه احمد ايمن جهزناه وكان موجود الماتش اللي فات وهيبقى موجود بكره. عبد السميع ليه تواجد معانا. خالد النبريسي ما كانش بيشارك مع الاسماعيلي الا مع 2001، فلما زاد في الناحيه الفنيه وزاد بقى قريب من المرمى ووظفناه في 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 المهاجم، خد جزء في المباراه الاخيره. فاحنا بنتكلم في 5-6 عناصر موجودين صغيرين، موجود معانا في السكور، دخل معانا مروان مره، دخل معانا في السكور حازم في الاحتياطي، دخل معانا ابو بكر حمزه في السكور. فاذا اللاعبين اللي هم بيقولوا ليه ما بيشاركوش؟ طب ما كانوا قبل كده مش موجودين في التدريب اصلا، وانا انا كجهاز فني دخلت منهم احتياطي ودخلت منهم في الملعب. فاذا احنا بنشتغل مش بعاطفه، بارقام واحصائيات. فمما بداوا يزيدوا بدا يخش عنصر زي النبريسي، زي فلان، زي كده، بدا يخش حازم احتياطي، بدا يخش فلان، بدا كده ونشيل ونحط. عندنا مباراه يعني قويه هتفرز لنا عنصر عنصرين ثلاثه، بنعمل ماتش مثلا مع منتخب الشباب، بنشوف المحترفين اللي ما كانوش متواجدين زي مور اللي ما كانش متواجد، بنعمل له ماتشات وديه ونشوفه، مره هو مصاب وبطنه مش عارف ايه، سايكو بنعمل ماتشات وديه، ديجو عملنا ماتشات وديه. لا انا مش عايز اقيم المرحله، انما مرحله الجهاز الفني الحالي هي مرحله
اعطت للجميع فرصه كامله، ولكن يعني ان هو يخش التشكيل ده توقيت، ويبقى توقيت مهم جدا 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 لدخول التشكيل، فده مهم جدا ان احنا نوضح الامور. انما قبل كده لا، ما كانوش لهم تواجد خالص في لا في سكور ولا في التدريب ولا مدير الفني بيشوفهم ولا اي حاجه. النهارده لا، احنا علناهم فنيا وبدريا ومهريا وكل حاجه وخططيا ومباريات، والكويس هيلعب. عايز اقول ان احنا الحمد لله يعني احنا كجهاز كلاعبين الإدارة مش عايزين العاطفة. أنا راجل بروفيشنال، أنا محترف جدا. الشائعات اللي بتطلع وتتقال هنا وهناك لا، ملهاش مش وقتها. عايز أقول إن إحنا لابد من التماسك، لابد من المنطقية والعقلانية، لابد العاطفة دلوقتي. أنا على فكرة بروفيشنال يعني إيه؟ يعني أنا عندي التزام عالي جدا جدا جدا، وبحايد المشاعر بتاعتي إذا كانت مشاعر إيجابية أو سلبية. مش معنى إن أنا بحب شخص ما إن أنا على 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 العمل بتاعي أو الشغل بتاعي فهيكون متواجد أو أتعامل معاه، لأ. أو أكون فيه موقف سلبي مع شخص ما وهيفيدني في العمل بتاعي وأخد موقف مش هستثمره في العمل بتاعي، لأ. أنا بروفيشنال إلى أبعد الحدود، وعارف حدودي كويس جدا جدا جدا. حتة المنطقية والعقلانية في العمل عندنا على أعلى مستوى، العاطفة دي في العمل لا تصلح أبدا. فإحنا الحمد لله متماسكين، الحمد لله كجهاز متماسكين، الحمد لله كلاعبين الحمد لله متماسكين جدا جدا جدا. الإدارة الحمد لله فطنت لأمور معينة، وأتمنى إن شاء الله أنها تستمر في هذا الأمر إن شاء الله. هنبذل أقصى ما عندنا، أقصى 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 ما عندنا علميا وفنيا، ومش شغالين بعشوائية، احنا شغالين بعلم. ويكفي الروح العالية جدا اللاعبين قدوها في المباراة اللي فاتت او اللي قبلها او الاخرة. لعبتنا بخير، اجهزتنا الحمد لله بخير، جمهورنا العظيم بخير. اصبروا واتحدوا على اساس ان احنا ان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله ماتش سموحة هي انطلاقة، ونبني على مباراة المحلة. وفي كل هذه الأحداث بنطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى.